التواصل يستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تستمر في هذه اللحظات. شوطنا 23 أعلنت انطلاقته، والذي خصص للابكار ويعتبر من ضمن أشواط الإنتاج والمنتجين. نتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والشعارات المنطلقة المزينة أرضية ميدان دستور. أتقدم مع المركز الأول، أتقدم ما بعد الانطلاق مع الصدارة، إنجاز على المركز الأول مطر بن عبيد بن محمد بن ضبيع الكتبي، من يتقدم ويقدم إنجاز على المركز الأول. المركز الثاني انتحار راشد بن محمد بن راشد بن غدير الكتبي، يقدم انتحار على المركز الثاني. المركز الثالث الواصله القادمه بشعار احمد بن عبد الله بن رفيعه الفلاسي، والمركز الرابع نشره القادمه نشره شعار ذيب قادم سالم بن محمد بن ضبيعه الكتبي، والمركز الخامس الشاهينيه لعلي بن راشد شعار علي بن راشد بن ضبيعه الكتبي القادم مع الشاهينيه على المركز الخامس. والمركز السادس وصول من البنادق القادمه بشعار مطهر بن سعيد المرير الكتبي القادم، من يقدم البنادق على المركز السادس. المركز السابع، المركز السابع وتابع وصول من قبل لامار القادمة مطر بن أحمد بن عبد الله بالعبيدة، يقدم لامار المركز الثامن. وصلت زرقاء اليمامة حمد بن محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي، ولكن وتابع وصول من انتباه حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، يقدم انتباه. المركز العاشر، المركز العاشر اختم نداي مع متعب عوض صغير بن قنون بن يراد الكتبي، من يقدم متعبة على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، ندانا الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة. عودة مع الصدارة، عودة مع الكادر العلوي، عودة مع إنجاز 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 إنجاز. لا زالت على المركز الأول تبحث عن الإنجاز مطر بن عبيد بن محمد بن ضبيعه الكتبي، يقدم انجاز على المركز الاول. انتباه القادمه على المركز الثاني حمد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي القادم والمتقدم مع انتباه. المركز الثالث لامار، لامار مطر بن احمد بن عبد الله بن عبيد القادم مع لامار. المركز الرابع البنادق القادمه مطر بن سعيد بن مرير الكتبي، من يقدم البنادق. المركز الخامس شعار بن ضبيعه علي بن راشد بن ضبيعه الكتبي، يقدم الشاهينيه القادمه، وكذلك زرقاء اليمامه قادمه، زرقاء اليمامه قادمه في هذه اللحظات. حمد بن محمد بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي يقدم هذه النوعيه، يقدم هذه النجوميه ما شاء الله في اشواط الانتاج والمنتجين. ولكن انجاز بن ضبيعه، انجاز بن ضبيعه البنادق مع مطر بن سعيد بن مرير الكتبي القادمه على المركز الثاني. لامار، لامار القادمه على المركز الثالث. مطر بن احمد بن عبيده هنا القادم مع لامار في هذه اللحظات. ولكن بن ضبيعه، بن ضبيعه انجاز انجاز البنادق على المركز الثاني لمطر بن سعيد بن مرير الكتبي القادم على المركز الثاني. لامار على المركز الثالث لمطر بن احمد بن عبد الله بالعبيدي على المركز الثالث. ولكن انجاز انجاز بن ضبيعه مطر بن عبيد بن محمد بن ضبيعه الكتبي على المركز الاول، يقدم انجاز في اشواط الانتاج. النزوه، النزوه وانجاز. تهانينا والناموس لاهالي نزوه على هذا الانتصار، انتصار انجاز. تهانينا والناموس لمطر بن عبيد بن محمد بن ضبيعه الكتبي. المركز الثاني البنادق اللي وصلتنا لمطر بن سعيد بن مرير الكتبي. المركز الثالث لامار مطر بن أحمد بن عبد الله بن عبيده. والمركز الرابع، الواصلة لأحمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي. والمركز الخامس، الشاهينية لعلي بن راشد بن ضبيعة الكتبي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. عودتنا مع التوقيت الزمني وساعة وصول إنجاز، مهدية السلام أهالي نزوة في هذا الصباح مع انطلاقة أشواط الإنتاج قاطعة 3 كيلومترات بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق 48، 4 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لمطر بن عبيد بن محمد بن ضبيعة الكتبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، البنادق وصلتنا على المركز الثاني بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق 48، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمطر بن سعيد بن مرير الكتبي. المركز الثالث، اللي وصلتنا لامار وتوقيتها الزمني 4 دقائق 49 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمطر بن أحمد بن عبد الله بن عبيدة، تهانينا والناموس للجميع.